اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كما كتعرفوا انني كنت مسافره وجيت دابا من السفر، وراكم كتعرفوا تبعات السفر اشنو كتكون من يعني اش يكون من ورا السفر، يعني من ابار يعني الدار ملي كتكون خاصك تجي تجمع الدار وتقاديها. انا الهم الوحيد ديالي ملي كنجي من السفر هما الحوايج خاصني نرتبهم ونردهم لبلايصهم. اليوم ان شاء الله غدوزوا معايا الروتين ديالي من بعد السفر، كيفاش غنرتب الحويجات، ويعني غتشوفوا النهار ديالي كيف ما داز غتشوفوا. المهم دابا الصباح يلا فقنا غنمشي نوجد الفطور، وبقاو معايا وما تمشيو فين، غدوزوا معايا هذا النهار. المهم هنايا اول حاجه من بعد ما فطرت نحيد عليا الغداء، فهمتي، لان وليداتي ما قاريينش وغيبغيو يتغداو بكري، وليدات غير كيجيو من الجوع. قلت نحيد عليا الطاجين عاد نشوف الشيء الاخر اللي غندير. انا عندي الروينه شويه اليوم، ومفكر جاني الطاجين هو اللي ساهل، يعني دغيا غيوجد ما نبقاش برزت راسي معاه. يعني اليوم عندي كما قلت لكم خاصني نطوي الحوايج اللي جبت معايا، يعني لا حيت الحوايج راني حيت نص ديال الشقه صراحه. صافي طاجين عادي غنديرو، غنخدرو غير بالبطاطا والزيتون وشويه البصله، صافي هادشي اللي غندير. عرفتي الوليدات ملي كيكونوا مقارينش، واو تيكون شويه تبرزيط. وصافي هنايا كتشوفوا كما كتشوفوا من بعد ما تقلى لي اللحام درت الخضيره ديالي. هذا هو الطويجين، المسمار ديال الغدا طرقناه، ودابا نمشي ندوز ان شاء الله نغسل معنة الفطور. وبقاو معايا وما تمشيو فين. من بعد ما تغدينا قررت هاد العشيه غنخصصها غير للحوايج اللي غنطوي. المهم هما البوالز اللي كنديت معايا هما باقيين حاطهم هنا في الصالون، ما عنديش غير هادو، عندي حتى القويطات اللي فيهم حوايج ولادي والماريو، عندي حتى هو حتى هو ترون شويه. راكم عارفين الانسان ملي كيكون غير يمشي يسافر كيبقى عايش بد، وهذا ما فهمتي ما كيبقاش يقاد. المهم انا غنوريكم القويطات كي دايرين ديال ولادي حالتهم والماريو ديالي، ان شاء الله غدوزو معايا هاد العشيه. هنا كما كتشوفوا شوف الروينه، يعني بقيت غير كنجبد شي مرون، كنت هذا حتى هو مروان
مهم اليوم ان شاء الله غنخصو غير ها نتوما غنخصو غير الطويان، يعني كما قلت لكم الحيط عليا الطويه راه حيط عليا النص ديال الشقه، يعني حتى البلاصه اللي كندير فيها حوايج ولدي حتى هما حتى هي مرونه. نوريكم الاخرى ها انتو كتشي مرون صافي. ان شاء الله كما قلت لكم غنخصص هاد العشيه رتب هاد الحويجات وغنوريكم كيفاش رتبتهم، حتى هاد المجار اللي كندير فيه الفولارات حتى هو ترون وصافي. هادشي اللي كاين مهم عندي هاد العشيه غنخويها كما قلت لكم غير الطويان وبقاو معايا. المهم هنايا كما كتشوفون بديت كنطوي، بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في الطويان. بحال بالنسبه لهاد البيجامه هي خديت السروال ديالها انتي كنطوي عادي بحال على هاد الشكل صافي. كندير ليه بحال هكا كنحطو جنب، كناخد الفوقاني ديال البيجامه كنسرحو بحال هكا وكنجيب السروال اللي طويت كنديرو هنايا، يعني كتسهل عليا حتى ملي كنبغي نجبد بيجامتي، يعني كان بلا ما كنقلب على السروال ديالها، يعني كاين يعني كنهز البيجامه يعني راه فيها كلشي بيجامه بالسروال ديالها صافي. كندير عليها هذا الشكل هي هذه. وغنشارك معاكم بالنسبه للحوايج ديال ولادي كيفاش كنستعملهم في المجر. بحال دابا بحال هذه انا اصلا ديجا طويها غنعاودها قدامكم، يعني انا باش يجيني باش هادشي يكفيني زعما في المجر ويبان ليا ملي نبغي ناخذهم ملي نبغي نلبسهم وليداتي. ها ندير لي على هذا الشكل وكنطويهم بحال هكا صافي باش كيجوني انا كنستفهم على هذا الشكل. المهم الا غنبدا نستف فيهم راه حتى هما غنوريهم لكم وغنوري لكم طريقتي بالنسبه للتقاشر، حتى هما كندير لهم هاد بحال هكا وكنطويهم هكا بحال هكا وكنجي لهذا الاول وكن ندير ليه بحال هكا، يعني كيجي على هذا الشكل. وبالنسبه للكيلوطات ديال وليداتي هانت بحال بالنسبه لهذا الكيلوط هذا غناخذو بحال هكا غنتنيه من الفوق بحال هكا بهذه الطريقه هذه صافي. غندير لي بحال هكا وغنتنيه صافي، وهذه اللي تنيت غنجرها بحال هكا صافي كيجي على هذا الشكل. غنشارك معكم واحد البواطات اللي كندير فيهم بالنسبه للملابس الداخليه ديال ولادي. هاد البواطه هادي كنستف فيها بحال هكا تقيشرات وداك الكيلوطات اللي كيلبسوا، يعني كتجي مزيانه هكا وعليهم منظم زوين. تقدروا ديروا حتى وحده اخرى وتحطوها فوقها، يعني ملي كنديرها في المجر كتجيني ساهله. حتى بالنسبه لبنتي حتى هي عندها وحده باقيه لها كنطوي ليها في داكشي ديالها، كتجي منظمه يعني بغيتي تقيشرات كتهزي بغيتي كيلوط كتهزي. المهم هذا هو طريقتي انا بالنسبه ليا في التنظيم ديال الحوايج وبقاو معايا صافي. هنايا كما كتشوفوا رتبت المجوره هذا ديال بنتي، هنايا درت ليها التريكويات وهنايا الكساوي وهنايا ثاني درت ليها هنا السراول وهنايا التريكويات ديال التحت وصافي. هنايا غير واحد جاكيطات والكيطمات ديالها وهنايا الليبات اللي كتلبس. وبالنسبه للمجر ديال الفولارات قديته بحال هكا، واخا شويه ما يعني ما درتش داكشي منظم مزيان كما موالفه لانني كنزرب والدراري اليوم كاينين، يعني الدراسه ما كاينه حتى الغدا، غدا عاد يبداو الدراسه يعني راكم عارفين الدراري ملي كيكونوا في الدار كتكوني مبرزطه. وغنوريكم دابا المجار ديال ولدي. وبالنسبه للمجار ديال ولدي المجوره اللي كندير فيهم الحوايج لولدي ها هما تما على هذا الشكل. انا كنطويهم بهذه الطريقه هكا كيبان تيبقى يبان ليا هكا الحويجات ملي كنبغي نجبدهم.
وحتى ما كياخذوش ليا واحد لي سباس كبير. نجر الاخر حتى هو هو وصافي. بالنسبه للحويجات هذا الشيء اللي كاين، وبقاو معايا ما تمشيو فين. بنات يعني من بعد ما يعني راكم شفتوني شنو درت، رتبت الحويجات اللي كانوا عندي، ودابا جيت غنوجد العشاء. كما كتعرفوا ان غدا هو اول نهار في الدراسه من بعد العطله، وبغيت نوجد واحد شوربه الروز غنشاركها معاكم، وغنوجدها بكري على ود ولادي نعشيهم باش ينعسوا ويفيقوا بكري ان شاء الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا واحد جوج مطيشات محكوكين، وغنحتاج هنا واحد شويه قطع اللحم، يعني لا كان يعني تقدروا ديروا اللحم تقدروا ديروا الدجاج، او تقدروا تستغناو يعني على اللحم ولا الدجاج، يعني تقدروا ديروها بلاش. وواحد المعلقه كبيره ديال مطيشه المركزه، وهنايا واحد جوج فصوص ديال الثومه اللي محكوكين، هنايا واحد البصله صغيره مشلضه، وكزبره ومعدنوس، وعندي هنايا واحد الرابعة ديال الروز. بالنسبه للروز، الروز اللي كنديروا ديال الحليب، يعني ماشي بسماتي، الروز العادي العادي اللي كنديروا بالحليب. وبالنسبه للتوابل غنحتاج غير شويه الكركم او الخرقوم عرق، والبزار، وسكينجبير، والملح بطبيعة الحال. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا خديت الطنجره ديالي ودرت فيها واحد شويه الزيت. المهم هنايا غنرمي البصله، نشحرها واحد شويه، هنا غنضيف الثومه، غنضيف عليهم مطيشه، جوج مطيشات اللي حكيت، وغنزيد حتى قطع اللحم اللي عندي. يعني اللحم راه دغيا غيطيب ليا لان قطعته انا رقيق، وكما قلت لكم تقدروا تستغناو عليه يعني ماشي ضروري. غنزيد قزبر ومعدنوس، انا هنا عندي القزبر ومعدنوس غير مكونجلي، اللي مكونجلي يعني ما عنديش طري، الا كان طري راه شي كيجي بها رائع. المهم نقدو بداك الشيء اللي كاين، كما قلت لكم نقدو بداك الشيء اللي كاين. راكم عارف الواحد ملي كيكون مسافر وكيجي يعني ما كيكون والو في الدار. المهم هنايا غندير التوابل اللي ذكرت قبيله، صافي. هنا غنزيد الروز بطبيعة الحال اللي غسلته، هاد الشربة وحق الله العظيم البنات كتجي زوينة بزاف، انا كتعجبني. صافي دابا غنضيف الماء، صافي غنضيف الماء اللي تقريبا واحد الاطرة الماء اللي غيطيب ليا فيه هاد الروز. وكما كتعرفوا ان الشوربه راه كتجي جاريه يعني ما كتجيش عاقده. المهم مره غندي نحركها وغنشوف عيني ميزاني، الا احتاجت الماء راني غنزيد الماء. بالنسبه للمطيشه المركزه يعني ما غنزيدها حتى يقرب يطيب ليا الروز. وهاد الاكله راه دغيا كتوجد يعني دائما في اطار السهل والسريع. هاد الاكله يعني دغيا كتوجد وزوينه بزاف. هكا دابا كما كتعرفوا بدا يبرد الحال، زوينه هكا دفينا. صافي ونخليها طيب، وصافي هنايا الروز ديالي قريب يوجد. زدت مطيشه مركزه، صافي ونحركها.
وهذه هي الشوربه ديالنا من بعد ما وجدات، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف يعني، ودغيا كتوجد وهكا زوينه للوليدات يعني، صحيه فيها الروز زوينه بزاف. المهم ها هي، صدقوني الا جربتوها غتعجبكم وغتعجب وليداتكم. وما بقى ليا الا نودعكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم، واللي باقي ما شاركش معايا في القناه يشارك بالضغط على المربع الاحمر وتفعيل الجرس. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.